السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله هاخد الدرس التاني مصر والقضية الفلسطينية، وده أطول درس عندنا في المنهج ومليان معلومات كتيرة، بس إن شاء الله هنحاول نخلصه وإيه ونختصره في أسرع وقت ممكن عشان إن شاء الله إيه ننجز فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نشأة القضية الفلسطينية. قال لي فلسطين جزء مهم من الوطن العربي، فلسطين جزء مهم من الوطن العربي طبعا، وفلسطين لها أهمية كبرى في قلوب المسلمين والمسيحيين. لماذا؟ بما تفسر؟ قال لي بسبب أنها ثلاث حاجات: مولد السيد المسيح به عليه الصلاة والسلام، ثاني حاجة أسرى إليها النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبها المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين، وبها المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين. كان في الأول إحنا بنصلي قبل بقعة بدر أو قبل غزوة بدر كنا بنصلي ناحية المسجد الأقصى، وثالث الحرمين وفقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجدي هذا المسجد الحرام ومسجد الأقصى. طيب، عاش فيها المسلمون والمسيحيون قليل وقليل من اليهود حتى قيام الحرب العالمية الأولى، طيب إيه حكاية بقى الوعد الوطن القومي لليهود اللي هو بعد اللي هو بشتار وبعد وبيلفور؟ قال لي أدركت بريطانيا أهمية فلسطين. طبعا فلسطين كجغرافيا لها أهمية كبيرة جدا، هي تتوسط العالم وفي الشرق الأوسط، لذلك سعت لتأييد فكرة وطن قومي لليهود وفي فلسطين، وأصدر بيلفور وزير الخارجية البريطاني. ومين بيلفور ده؟ هو وزير الخارجية البريطاني. لما يجي يسألني في الامتحان يقول لي مين بيلفور ده؟ هو إيه وزير الخارجية البريطاني. وعد أو تصريح نص على، طب التصريح ده بيقول إيه؟ قال لي تعهد بريطانيا ببذل مساعيها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. يبقى تعهد بريطانيا ببذل مساعيها ببذل أقصى جهدها يعني لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد وصف هذا الوعد بأنه وعد ممن لا يملك، لا بريطانيا اللي هي لا تملك فلسطين، لمن لا يستحق، اللي هو مين؟ اليهود. وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. طيب، موقع الفلسطيني الجغرافي المتميز نسبيا كان سببا في طمع الغزاة فيها على مر العصور. طبعا ان احنا زي ما قلنا فلسطين في الشرق الاوسط وهي تتوسط اسيا وافريقيا، والسيطرة على فلسطين وامن فلسطين امن الوطن العربي والكلام ده كله. طيب، الانتداب البريطاني على فلسطين. بموجب نظام الانتداب الذي وضعته عصبة الأمم، قررت دول الحلفاء اللي هي الدول المنتصرة، مين دول الحلفاء دي؟ اللي هي الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، يعني تحت الحكم البريطاني، مع تنفيذ وعد بيلفور، هننفذ وعد بيلفور هو إعطاء وطن قومي للإيه؟ لليهود. طيب، أعطى مؤتمر سان ريمو بإيطاليا، يبقى أين عقد مؤتمر سان ريمو بإيطاليا؟ بين في إيطاليا؟ في ابريل عام 1920 لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين، هي حق ايه؟ حكم فلسطين يعني. طيب، اجراءات تنفيذ وعد بيلفور. قال لي قررت حكومه الانتداب البريطاني اتخاذ عده اجراءات لتنفيذ وعد بيلفور، تمثلت في السماح بهجره اعداد كبيره من اليهود من جميع انحاء العالم الى فلسطين، يبقى احنا نسمح لليهود ان هم يهاجروا الى فلسطين من جميع انحاء الايه العالم. تاني حاجة، السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين عن طريق الشراء من اليهود إلى اليهود. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي واحد يهودي عايز يروح يقعد في فلسطين، فإحنا هنسمح إن هو يشتري أراضي فلسطين أو الأراضي من أرض مثلا تبع واحد عربي، هيشتري إيه؟ منها اليهود، يبقى اليهود هيشتري الإيه؟ الأرض من الإيه؟ من العرب. ماشي؟ طيب، موقف فلسطين أو موقف الشعب الفلسطيني من إجراءات تنفيذ وعد بيلفور. قال لي قيام الشعب الفلسطيني بالعديد من الثورات والحركات. هل الشعب الفلسطيني سكت؟ لا، ده رفض وقام بالعديد من الثورات والحركات على مين؟ على بيلفور وعلى الحكومة البريطانية لعدم ايه؟ لعدم اتمام فكرة انشاء وطن قومي ايه لليهود. فيما بين عامي 1920-1939 كان اخطرها انتفاضة 1920-1929 وثورة 1936 بقيادة اللجنة العربية. يبقى من ثورة 1936 كان بقيادة مين؟ اللجنة العربية. اللجنة العربية دي كان عاملها مصطفى باشا النحاس الله يرحمه عشان يسيطر وعشان تهدي فلسطين وايه وتشوف حل لمشكله ايه مشكله وعد بيلفور ده. طيب، تقسيم فلسطين بقى 1948 المشكله بتتفاقم كل يوم على التاني. فبريطانيا قالت لك ايه؟ قالت لك احنا لازم نحل القضيه الفلسطينيه دي. فعملت ايه بريطانيا؟ قال لي عرضت القضيه على هيئه الامم المتحده، التي وافقت على تقسيم فلسطين الى ثلاثه اقسام: قسم للدول العربيه اول حاجه، ودوله يهوديه، ومنطقه دوليه هي القدس. المنطقه الدوليه هي الايه؟ القدس، اي وضع القدس تحت اداره دوليه،
دولية. يبقى الهيئة الأمم المتحدة لما جت عرضت عليها بريطانيا مشروع تخطيط فلسطين قالت لها شوف انت بقى ايه حل لنا الموضوع ده يا هيئة الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة قالت لك ايه؟ قالت لك احنا نقسم فلسطين 3 حاجات، دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة دولية اللي هي القدس، أي وضع القدس تحت إدارة دولية. طيب ايه ردود أفعال الأطراف المعنية من قرار التقسيم؟ كان ايه ردود الفعل بقى؟ قال لي هنا بيقول لي كانت ردود أفعال الأطراف المعنية من قرار التقسيم 1947 كالتالي. موقف الدول العربية، قال لي رفضت الدول العربية مشروع التقسيم كلها، رفضت الدول العربية مشروع تقسيم فلسطين كلها، وقالت لك فلسطين دولة عربية ايه خالصة. موقف اليهود، قال لي وافق اليهود على التقسيم، وافق اليهود على التقسيم. طبعا اليهود لما صدق قال لك احنا بقالنا سنين وسنين مئات السنين ما جالناش ايه ما عملناش وطن قومي لينا، فما صدقوا ايه اللي هو خدوا ايه وخدوا بموقف هيئة الامم المتحدة وقرروا تنفيذ الايه القرار. وقامت العصابات اليهود المسلحة بيه، العصابات اليهود المسلحة بقى عملوا مجازر في فلسطين اشهرها ايه؟ قال لي عملوا ايه؟ طرد العرب من ديارهم، طرد العرب من ديارهم، وارتكاب ابشع المذابح زي مذبحة دير ياسين، وارتكاب ابشع المذابح زي مذبحة دير ياسين. طب ده كان موقف العرب وده كان موقف اليهود. موقف بريطانيا ايه صاحبة المشكلة في الاصل، سبب المشكلة في الاصل؟ قال لي امتنعت بريطانيا على التصويت عشان ما تغضبش العرب ولا اليهود، وعلنت ان لها ستنسحب وستسحب قواتها وتنهي انتدابها على فلسطين اللي هي حكمها في فلسطين في 14 مايو عام 1948، في 14 مايو عام 1948. طيب قيام دولة اسرائيل، قال لي عقب خروج اخر جندي بريطاني من فلسطين عام في 14 مايو 1948 اعلن اليهود قيام دولة اسرائيلية في 15 مايو 1948، قيام دولة يهودية في 15 مايو 1948 وسموها دولة اسرائيل، واعترفت بها كل من الولايات المتحدة الامريكية بعد 11 دقيقة من اعلان قيام اسرائيل، اعترفت بها امريكا على طول، والاتحاد السوفيتي السابق اللي هي روسيا والدول اللي استقيقت عنها. طيب الحروب ما بين العرب واسرائيل، قال لي تعددت الحروب بين العرب واسرائيل منذ عام 1948 وحتى عام 1973 والتي تمثلت فيه. يبقى الحروب تعددت، اول حاجه حرب فلسطين 1948 والعدوان الثلاثي على مصر في سنه 56 والعدوان الاسرائيلي 5 يونيو 67 وحرب الاستنزاف ما بين 69 ل 70 سنه 1969 ل 70 واخر حرب هي حرب اكتوبر 6 اكتوبر 1973 وده ان شاء الله هيبقى موضوع الدرس اللي جاي. بس احنا النهارده هناخد ايه؟ هناخد الثلاث حروب، الاربع حروب دول، حرب فلسطين والعدوان الثلاثي والعدوان الاسرائيلي 5 يونيو 67 وحرب الاستنزاف. طيب حرب فلسطين اول حرب معانا 1948، اسبابها ايه؟ بينا تفسر ما هي اسباب حرب فلسطين. قال لي عقب اعلان اليهود قيام دوله اسرائيل تحركت الجيوش العربيه فورا الى فلسطين بهدف ايه؟ نصرة وانقاذ الشعب الفلسطيني من بطش العصابات اليهوديه ومساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه، ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على إيه؟ على أرضه. طيب أحداثها إيه؟ تمكنت الجيوش العربية من تحقيق انتصارات على قوات الإسرائيلية في البداية، إذا كنا في البداية كنا منتصرين إحنا، اللي هي الجيوش العربية كانت منتصرة على الجيوش الإيه؟ الإسرائيلية، على القوات الإسرائيلية في البداية. ولكن تقدمت الولايات المتحدة باقتراح إلى مجلس الأمن، طب إيه هو الاقتراح ده يا أمريكا؟ قال لي تتضمن إيه؟ وقف القتال، وقف القتال وإقامة هدنة مدتها شهر يمتنع خلالها العرب واليهود عن جلب الأسلحة والمحاربين إلى فلسطين، وأن يكون ذلك تحت إشراف دولة. أمريكا عايزة تنقذ اللي عايزة تنقذ اليهود من اللي بيحصلهم فين في فلسطين، عشان الجيش العربي كانت إيه متفوقة في الأول، فقالت لك إيه؟ قالت لك إحنا نقدم اقتراح لمجلس الأمن، مجلس الأمن خد الاقتراح ده وقرر كالآتي: وقف القتال لمدة شهر، ومدة الشهر ده يمتنع خلالها العرب واليهود من تسليح نفسهم وجلب المحاربين إلى فلسطين، وان يكون ذلك تحت اشراف دولي. يبقى الدول هتشرف على هذا الايه القرار. طب ايه اللي حصل بقى؟ هل التزموا الاطراف التزموا بالاتفاقيه دي او بالهدنه دي؟ قال لي لم يلتزم اليهود بالهدنه، لم يلتزم اليهود بالهدنه، حيث بداوا في تقويض قواتهم من حيث العدد والتسليح، من حيث العدد والتسليح. يبقى اليهود لم يلتزموا بهذه الايه الهدنه. طيب بعد الشهر ما خلص استؤنف الايه القتال، رجع تاني الايه القتال، استؤنف القتال وظهر التفوق لليهود على جميع جبهات القتال، مما ادى الى تراجع وهزيمه الجيوش العربيه، مما ادى الى تراجع وهزيمه الجيوش الايه العربيه. اليهود خدوا الشهر ده وسلحوا فيه نفسهم كويس جدا، ولما خلص الشهر طبعا الجيوش العربيه التزمت ده بالقرار فما سلحتش نفسها، لما خلص الشهر ظهر تفوق اليهود سلاحيا وعدديا على جميع جبهات القتال، مما ادى الى تراجع وهزيمه الجيوش الايه العربيه. طيب
ما النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين 1948؟ إيه النتائج اللي ترتبت على كده؟ قال لي ترتب على ذلك استيلاء اليهود على جميع أراضي فلسطين، ولم يتبقى منها سوى قطاع غزة تحت إدارة مصرية، والضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية، والقدس قسمت بين العرب واليهود، والقدس قسمت بين العرب واليهود. يبقى بقى نتائج ما نتائج استيلاء اليهود على فلسطين، أو ما نتائج هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين؟ قال لي الأراضي الفلسطينية توزعت ثلاثة أو تقسمت ثلاثة، معظم فلسطين تحت إدارة اليهود، وقطاع غزة تحت إدارة مصرية، والضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية، والقدس اتقسمت ما بين العرب واليهود، ما بين العرب واليهود. طيب دي كانت أول حرب، هي حرب فلسطين 1948. نيجي ناخد بقى تاني حرب، هو العدوان الثلاثي على مصر على 1956. إيه حكايته؟ قال لي الدول المشتركة في العدوان الثلاثي كانت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ضد مصر. أسبابها إيه؟ قال لي عقد حكومة ثورة 23 يوليو، ما بدنا تفسر ما هي أسباب العدوان الثلاثي؟ قال لي بسبب عقد حكومة ثورة 23 يوليو اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لتزويد مصر بالأسلحة والمعدات، وذلك لمواجهة الأطماع الإسرائيلية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. جت حكومة ثورة 23 يوليو اللي احنا لسه خدينا الدرس اللي فات، وقالت لك ايه؟ قالت لك احنا عايزين نعقد صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتي يمدنا بالسلاح عشان نواجه بيها المطامع الإسرائيلية في الوطن العربي والاعتداءات على الشعب مين؟ الفلسطيني، ونحمي الشعب مين؟ الفلسطيني. طيب تاني حاجة وتاني سبب هو مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. يبقى أول سبب معانا هو لماذا دخلت إسرائيل الحرب ضد مصر؟ بما تفسر لماذا دخلت إسرائيل الحرب ضد مصر؟ بسبب عقد حكومة ثورة 23 يوليو اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي ولتزويد مصر بالأسلحة، ولذلك لمواجهة المطامع الإسرائيلية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. طيب بما تفسر لماذا بقى فرنسا دخلت الحرب؟ هو السبب الثاني للعدوان الثلاثي. قال لي سبب مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر. مصر كانت بتساعد الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي عشان تتحرر الجزائر من مين؟ من تحت إيد الفرنسويين. طيب احنا كده خدنا ليه الاسرائيليين دخلوا الحرب وليه الفرنسيين دخلوا الحرب. ناخد بقى ليه البريطانيين دخلوا الحرب. انجلترا ليه دخلت الحرب ضدنا؟ قال لي بسبب تامين شركه قناه السويس في يوليو 1956، مما اضر بمصالح الدول المستعمره خاصه انجلترا. طيب دي احنا كده خدنا اسباب ايه؟ اسباب الحرب. نيجي بقى ناخد اثناء العدوان. قال لي استطاعت القوات الانجليزيه والفرنسيه باحتلال مدينة بورسعيد، ولكنها عجزت عن احتلال الإسماعيلية. طب لماذا عجزت عن احتلال الإسماعيلية؟ لشدة المقاومة، أهل الإسماعيلية كانوا مقاومة إيه؟ شديد. وانتهزت إسرائيل الفرصة واحتلت سيناء كلها. يبقى إسرائيل خدت الفرصة واحتلت سيناء إيه؟ كلها. طيب بما تفسر أسباب فشل عدوان إسرائيل على مصر، عدوان الثلاثي آسف على مصر. قال لي بسبب إيه؟ بسبب المقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصلابة القيادة. الجيش والشعب وصلابة القيادة هم كانوا سبب في إفشال العدوان الثلاثي على إيه؟ على مصر. تاني حاجة وقوف الشعوب العربية بجانب مصر، تالت حاجة تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. الأمم المتحدة قالت لك يا جماعة ما ينفعش العدوان ده على مصر، ده كده إيه؟ كده حرام، ما ينفعش، لازم نوقف الإيه؟ العدوان ده على إيه؟ مصر. رابع حاجة تهديد الاتحاد السوفيتي لوقف العدوان. الاتحاد السوفيتي هدد إن هو ممكن يتدخل عسكريا لوقف مين؟ لوقف العدوان. طيب خامس حاجة رفض الولايات المتحدة استخدام القوة في حل النزاعات. أمريكا قالت لك يا جماعة ما ينفعش، احنا لازم نقعد في طاولة المفاوضات ونشوف حل ايه للمشاكل اللي انتوا ايه بتواجهوها ضد مصر، لازم نشوف حل ايه؟ حل بالوساطة وبالسياسة، ما ينفعش الحل العسكري. طيب ما النتائج المترتبة على فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ كان ايه النتائج بقى ترتبط على فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ أدى إلى انسحاب القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد في 23 ديسمبر عام 1956 وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء في أوائل عام 1957 انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء اللي احتلتهم في أوائل 1957، ووضع قوات طوارئ دولية بين مصر وإسرائيل عام 1957. يبقى بعد ما إسرائيل انسحبت جت الأمم المتحدة حطت قوات طوارئ دولية، قوات أجنبية يعني، ما بين مصر وإسرائيل عشان تمنع إيه؟ تمنع حدوث أي مشاكل واضطرابات تانية إيه؟ ما بينهم. طيب وإدراك الدول العربية أطماع الخطر الإسرائيلي وأطماع في السيطرة على العالم العربي. دي كانت من ضمن النتائج العدوان الثلاثي، الدول العربية أدركت إن إسرائيل عندها مخاطر اللي بتشكل خطر على الدول الإيه؟ العربية والعالم العربي، ولذلك قامت وحدة بين مصر وسوريا في 1958 لمواجهة الخطر الايه الصهيوني الاسرائيلي.
حتى تم الانفصال ما بينهما عام 1961. يبقى تم الانفصال ما بين مصر والشرق أصبحت كل واحدة منهم دولة، دي دولة سنة 1961. الحرب الايه، الحرب الثالثة معانا هي العدوان الإسرائيلي على مصر 5 يونيو عام 1967. قال ايه حكاية العدوان ده؟ قال قامت إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالإعداد والتهيئة والتخطيط للعدوان، بالإعداد والتهيئة والتخطيط للايه للعدوان. أسبابه قال رغبة إسرائيل في القضاء على قوة مصر خاصة بعد فشل عدوان الثلاثي، خاصة بعد فشل عدوان ايه الثلاثي، وذلك باستدراج مصر، يعني بتسحب مصر، تخلي مصر والدول العربية إلى حرب غير مستعدة لها. يبقى إسرائيل بتسحب مصر إلى حرب غير مستعدة ليها. فقامت إسرائيل بحشد قواتها على الحدود مع سوريا عام 1967، ولذلك قامت مصر بعدة إجراءات. لما اليهود حطوا الجيش بتاعهم على حدود سوريا، فمصر هتسكت؟ لا طبعا، مصر لازم تساعد سوريا عشان احنا ايه في بيننا اتفاقية دفاع مشترك. قال إعلان الوقوف بجانب سوريا، يبقى إعلان الوقوف بجانب مين؟ سوريا، تطبيق الاتفاقية الدفاع الايه المشترك بينهم، وإرسال قوات مصر بسرعة، قوات مصرية بسرعة إلى شبه جزيرة ايه سيناء، وإرسال قواتها بسرعة إلى شبه جزيرة ايه سيناء عشان تحاول ايه تنقذ الموضوع وتحاول تهدي الدنيا. تاني حاجة، مطالبة قوات الطوارئ الدولية الموجودة على الحدود بينها وبين إسرائيل عام 1957 بالانسحاب. فاكرين انتوا قوات الطوارئ الدولية هي القوات الأجنبية اللي كانت حاطاها الأمم المتحدة بعد العدوان الثلاثي؟ مصر طلبتها بالانسحاب من بعض ايه من بعض النقاط في سيناء، من بعض النقاط داخل ايه داخل سيناء. طيب، واغلاق خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه في مايو عام 1967، يعني قبل الحرب بشهر ايه واحد، وذلك احكاما للحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب ضد مين؟ اسرائيل. طيب حصل ايه بقى؟ قال برغم المساعي الدوليه التي بذلت لمعالجه الموقف الملتهب بين الدول العربيه واسرائيل، قامت إسرائيل في صباح يوم 5 يونيو عام 1967 بغارات مفاجئة على المطارات المصرية، وبدأت أحداث الحرب، وبدأت أحداث الحرب. طيب نتائج بقى العدوان الإسرائيلي ده إيه؟ قال استيلاء إسرائيل على كل من قطاع غزة اللي هو تحت إدارة مصرية، وسيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس، واحتلوا كمان إيه سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس، وهضبة الجولان في سوريا، ومدينة القدس العربية اللي هو الجزء العربي اللي فيها احتلوه كمان، والضفة الغربية اللي كانت تحت ايه تحت الإدارة الأردنية. طيب بيها تفسر أسباب هزيمة الدول العربية، قال لي بسبب التفوق العسكري الإسرائيلي خاصة سلاح الجوي، خاصة سلاح الايه الجوي. ثاني حاجة، استخدام إسرائيل عنصر المفاجأة لضرب المطارات المصرية، لضرب المطارات المصرية بعد أن صارت أجهزة أمريكية حديثة مواقع المصرية، يبقى أمريكا ساعدت إسرائيل في هذه الايه الحرب. ثالث حاجة، مساندة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا. ورابع حاجة، نقص التدريب وعدم توافر الأسلحة المتطورة للقوات الايه المصرية. دي كانت أسباب هزيمتنا في 67 في حرب 67. طيب قرار مجلس الأمن، طب المجلس الأمن كان أخباره ايه بعد هذا العدوان؟ قال لي مجلس الأمن طلع قرار وقال لك ايه، قال لك إنهاء حالة الحرب بين العرب وإسرائيل، واحترام سيادة الدول المنطقة على أراضيها، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 67، وإنشاء مناطق منزوعة الإيه السلاح. طيب موقف مصر وإسرائيل من تطبيق هذا القرار؟ قال لي مصر وافقت على تطبيق قرار مجلس الأمن، وافقت مصر على تطبيق قرار مجلس الأمن، لكن إسرائيل امتنعت. إسرائيل إيه امتنعت؟ قالت لك لا، امتنعت إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن ولم تنسحب من الأراضي إيه المصرية أو الأراضي التي احتلتها، من الأراضي التي إيه احتلتها. طيب نيجي بقى ناخد إعادة بناء القوات المسلحة المصرية من تاني بعد ما إيه بعد حرب 67. قال لي حرصت القيادة المصرية على إعادة القوات المسلحة أو الجيش يعني على أسس جديدة من حيث الاختيار والتدريب والتسليح. ومرت عملية إعادة بناء القوات المسلحة مرحلتين، أول مرحلة هي مرحلة الصمود والتصدي، مرحلة الصمود والتصدي. قال لي يقصد بها يعني مرحلة الصمود والتصدي دي؟ قال لي تصدي القوات المصرية للاعتداءات الإسرائيلية، تصدي القوات المصرية للاعتداءات الإسرائيلية. طب من مظاهرها ايه؟ معركة راس العش. طب ايه معركة راس العش دي؟ قال لي فيها نجحت القوات المصرية المسلحة المصرية في هزيمة القوات الإسرائيلية عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد على اسم الملك فؤاد، عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد ماشي، دي كانت دي ايه دي اسباب معركة راس الايه راس العش. ثاني حاجة، تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بالصواريخ البحرية عام 1967 في أكتوبر 1967. تاني حاجة بقى هي حرب الاستنزاف. يبقى احنا خدنا أول حاجة هي مرحلة الصمود والتصدي، مرحلة الصمود والتصدي.
تاني حاجة بقى من مراحل الحرب بيننا وبين إسرائيل، حرب الاستنزاف والمواجهة بين عامي 67 و 1970. ماشي، إيه اللي حصل؟ قال لي يقصد بها استنزاف طاقات العدو الإسرائيلي في سيناء. استنزاف طاقات العدو الإسرائيلي في سيناء، بالمناسبة سميت حرب الاستنزاف بينه تفسر بسبب استنزاف طاقات العدو الإسرائيلي في إيه؟ في سيناء. قامت مصر في هذه المرحلة بناء حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس، مما منع اختراق الطائرات الإسرائيلية لجوان مصر. كان في الأول الطيارات الإسرائيلية بتخترق المجال الجوي المصري وبتضربنا جوه القاهرة مثلا، جوه أسيوط، جوه الغربية وهكذا. منهم مثلا أشهر المذابح مذبحة رأس البقر، بحر البقر اللي عملوها اليهود ضد مدرسة ابتدائية. فمصر بنت حائط صواريخ عشان تمنع إيه؟ عشان تمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء الإيه؟ المصرية. طيب تاني حاجة، القصف بالمدفعية المستمر لخط بارليف وتحصينات على طول خط القناة. كنا بنضرب المدفعية كمان، الجيش المصري كان بيضرب بالمدفعية المستمر لخط بارليف وتحصينات على طول خط الايه؟ قناة السويس. ونتيجة لذلك تدخلت الولايات المتحدة، حيث قدم وزير خارجيتها روجرز، ومين كان وزير خارجية امريكا؟ ويليام روجرز، مبادرة عرفت بمبادرة روجرز، مبادرة ايه؟ روجرز، لوقف اطلاق النار تمهيدا لحل النزاعي سلميا. اسرائيل طبعا تعبت قوي من ايه؟ من الحرب دي. فامريكا هتسكت؟ لا طبعا، لازم تخش وتتدخل لمساعده مين؟ اسرائيل. فقرر وزير خارجيتها ده روجرز قدم مبادره، قال لك يا جماعه احنا لازم نوقف اطلاق النار ده، ماشي، وايه، ونحاول نحل الموضوع سلمي. فمصر واسرائيل وافقوا قرروا وقف اطلاق الايه؟ النار. خلال هذه المرحله بقى استشهد الفريق الاول الله يرحمه عبد المنعم رياض. وكان مين عبد المنعم رياض ده؟ قال لي رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقتئذ، كان رئيس حرب اركان القوات المسلحه المصريه، واحد الاعمده الرئيسيه التي اعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر في اعاده بناء وتنظيم القوات المسلحه في حرب الايه؟ الاستنزاف. طيب اخر حاجه بقى في الدرس، هو وفاه الرئيس جمال عبد الناصر في سبتمبر عام 1970. قال لي توفي الرئيس جمال عبد الناصر بعد مرحله طويله من الكفاح لتحقيق الحلم والاستقلال والتقدم للامه، وخلفه في رئاسة الجمهورية الرئيس محمد أنور السادات، لتشهد مصر مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل، وهي حرب أكتوبر، وهي موضوع الدرس إن شاء الله الجاي عام 1973، ده إن شاء الله موضوع الدرس اللي جاي. وكده الحمد لله كنت خلصت الدرس التاني، مصر والقضية الفلسطينية. معلش هو درس طويل شوية وطولنا فيه، بس غصب عننا حاولنا نقدم ما نقدر إيه نختصره. وقت استعمالك شير سبسكرايب، ولو في اي تعليق حطه لنا تحت في الكومنتات، وفي استفسار، ولو في سؤال واجهك وما عرفتش تحله اكتبه لي تحت، ولو عايزين حلقه للاسئله حل الاسئله على الدس ده اكتبه لي تحت في الكومنتات. بس كده، اتمنى لكم شير وسبسكرايب، تمام ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.